الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أخواننا برهام وعد الشعب السوداني والعالم كله، قال لهم أنا إلا أمرك جسة من القيادة. وعلمنا بمبارح حرب الساعة 2 كنا شايفينها، لكن نحن جايين الطائرة شايل لزول مريض. طبعا كنا في ظروف طائرة جاي لزول مريض، ما جاي لبرهام. ما مصدقين أنه برهام يطلع بالليل الساعة 2 من القيادة. هو هارب أصلا ومطال هرب، إذا مشى عطبرة نحن مشكلتنا معه في عطبرة، وإذا مشى شندي نحن مشكلتنا في شندي. الله أكبر. وإذا مشى بورسودان نحن بنمشي بورسودان، ما عنده مشكلة، مشكلتنا هناك بس. على البرهان قاعد. المجرمين إذا كان في بورسودان المشكلة في بورسودان، وإذا كان في عطبرة نحن نمشي عطبرة، ما عندنا مشكلة، نحن بس مشكلتنا مع المجرمين. برهان مجرم، جاهزين. برهان مجرم، بس دور دمر مؤسسات الدولة، دمر مؤسسات الدولة، خرب مباني الدولة كلها، دمرها بالطيران، وخلق فوضى في الدولة، خربها. برهام أصلا نحن نتابعه حيث ما كان. الله أكبر. الله أكبر.